بديت أنا في جمارك دبي سنة 1994 كمفتش جمركي، وتدرجت في الوظيفة هاي لغاية ما وصلت مدير تنفيذي قطاع السياسات والتشريعات في ذاك الوقت. وتقريبا خلال سنة ونص تقريبا انتقلت هيئة تنمية المجتمع مدير تنفيذي قطاع التخطيط والتطوير. كثير من الأوقات نبحث عن جامعة، جذبني للجامعة الكندية الصراحة، اللي هو أشخاص أول شيء اللي تخرجوا من عندكم وعقب شفتهم بارزين في المجتمع. ثاني شيء عقب هالمرحلة سويت شغلة ثانية، اللي هو قمت أسأل للطلاب عن الجامعة، فوايد يعني أثنوا على المنهج، أثنوا على الساعات المرنة، زين أثنوا على الدكاترة، وعقب قلت خلاص خلني أبتدي أول كورس في الجامعة سنة 2014. بأخلاقهم هم ساعدونا الصراحة على إنجاز نتخطى هذا كله. فأنا أقول دكاترة في الجامعة الكندية من أفضل الدكاترة، والحمد لله اليوم يعني نحن على باب تخرج. فأنا أنصح أي طالب يدش في الجامعة وتخصص في العلاقات العامة أنه يبذل جهد كبير في الموضوع هذا، لأنه في النهاية مصلحته لا يحط في باله موضوع الشهادة كثر ما يحط كيف هو الصدق أنه يأخذ من الثقافة والعلم لنفسه كشخص. فأنا أنصح أي طالب أنه يعني يتبحر في هذا الموضوع، مو مجرد هي عبارة عن مواد، لا، هي اطلاعك المستمر على الكتب وعلى المواقع وعلى هالأشياء بتضيف لك معلومة، وبالعكس يعني أنت المستفيد في النهاية.